هنالك من سرب هذه الوثيقة التي قدمت للأمانة العامة من قبل النواب الخمسة التي اشترطوا بها الاستمرار في العمل، أن يطبق النظام الداخلي وأن يقال الأمين العام للأسباب الآتية، وهي التفرد والاسترداد والاتفاقات الغير معلنة وإلغاء دور النواب في كتلتهم والتعامل بمفرده. هذه الوثيقة سربت بعد أن عملوا أعضاء الأمانة العامة لإقالة الإركاب، فسربت وكان بها قصد واضح وصريح أننا نسربها منو مستفيد حتى من هذا يستمر التسريب؟ هؤلاء بالانسحاب. منو مستفيد من هذا التسريب؟ أنا أعتقد أن السيد علاء الركاب يوم معاه سرب هذه الوثيقة حتى ينبو النواب الخمسة بالانسحاب، لأن بقائهم يعني أن الأمانة العامة ستحاسب الأمين العام، وعلى الأقل ستلغي أو تعفي من منصب لإدارة الحركة، وهذا لا يقبل بها الركاب لأنه تعود ولا يريد إلا أن يكون أمينا عاما وفردا منفردا عن كل الأخوان يعني الموجودين زملاء اليوم يعني بعد في الحركة. الانسحاب سيبقى علاء الركابي أمينا لحركة امتداد؟ شكليا راح يبقى بالنتيجة، هو حتى في خطابه الأخير قال سنأتي بشباب، وكأنما قضية بإيده، بمعنى من رفضنا في الأمانة العامة ووقع لاستقالتنا سيخرج مجبرا ونحن سنعوضه، لكن هو هذا ليس من شأنه، يعني هي عامة يجب أن تعقد بمؤتمر وترشح أشخاص جدد وعلى أساسها تختار أمين عام ونرى. بس هو واضح أن الرجل يقول لك الحركة مالتي وأنا راح أبقى، ومن لا يقبل بإدارتي وبقناعاتي وبتفردي فعليه أن يخرج حتى لو كان النظام الداخلي يمنع ذلك.